منتخبنا الأولمبي يستعد لخوض معسكره التحضيري خلال الفترة من 26 حتى 30 من الشهر الحالي. والطيران العماني والموج مسقط يحرزان المركز الأول والثاني في أول يوم من مرحلة كارديف لسباقات الإكستريم 14. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرتنا الرياضية، والبداية مع خبر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، حيث يستعد المنتخب لخوض معسكره التحضيري والذي سيقام من 26 وحتى 30 من الشهر الحالي، وذلك من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا في الفترة من 30 من سبتمبر وحتى 14 من أكتوبر، حيث شهدت قائمة المنتخب الأولمبي عدة تغييرات في صفوفها. حقق فريقا أهل سداب ومسقط لكرة اليد الفوز في انطلاق منافسات المرحلة الأخيرة لدوري اليد المدمج، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث حقق أهل سداب الفوز على حساب مجيس بنتيجة 32 مقابل 26، فيما حقق مسقط فوزه على حساب السيب بنتيجة 30 مقابل 20. فريقا الطيران العماني والموج مسقط يقدمان أداء استثنائيا في مرحلة كارديف أحد مراحل سباقات الإكستريم 40. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل نتابعها سويا. من الباب الواسع عاد فريق الطيران العماني والموج مسقط بقوة كبيرة في أول يوم من مرحلة كارديف لسباقات الإكستريم 40، حيث قدم أداء ثابتا واستثنائيا في أغلب السباقات واستحوذ على المركزين الأول والثاني. جاءت هذه العزيمة في هذه المرحلة بعد أداء متقلب نسبيا وغير منتظم في مرحلة كينغداو الصينية. فريق الطيران العماني كان خصما قويا لنظيره العماني موج مسقط، حيث جاء في المراكز الثلاثة الأولى في 8 سباقات من أصل 10 سباقات. أما فريق الموج مسقط فقد كان أكثر ثباتا في السباقات التي خاضها، بالرغم من تغيبه عن 5 سباقات بسبب تضرر نظام التوجيه في القارب إثر حادث مع فريق SEP دنماركي. وبذلك اختتم الفريقان سباقات اليوم الأول بتصدر الموج مسقط للمركز الأول بمجموع 90 نقطة بعد إضافة متوسط النقاط في السباقات التي غاب عنها، وبفارق 11 نقطة عن الطيران العماني الذي جاء في المركز الثاني بمجموع 79 نقطة، في حين جاء فريق SEP الدنماركي في المركز الثالث بمجموع 77 نقطة. وقد استمتع قارب الطيران العماني والموج مسقط بالأجواء المثالية في كارديف، وقدم أداء استثنائيا وثابتا في 8 سباقات من أصل 10 ليثبت التنافس العماني جدارته وأحقيته في هذه المحافل الكبرى. وبعد هذه الجولة في أبرز الأخبار المحلية ننتقل بكم سويا إلى الأخبار العالمية، والبداية مع أبرز العناوين.
البرازيل تنجح في اختبارها الأول أمام فنزويلا رغم غياب نجمها نيمار دا سيلفا وتتصدر المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا. في كوبا أمريكا أيضا البيرو تفرض التعادل على كولومبيا ليصعد سويا إلى الدور ربع النهائي من البطولة. والبريطاني أندي موراي يفوز للمرة الرابعة في مشواره بلقب بطولة إيغون للتنس من ملاعب كوينز بالعاصمة لندن. نبدأ أخبار نشرتنا العالمية مع بطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي، حيث نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت فجر اليوم. وأشاد المدرب كارلوس دونغا بلاعبيه الذين خاضوا المعركة من دون نجمهم نيمار دا سيلفا، بينما أكد المدرب نويل ستانفيسنتي المدير الفني للمنتخب الفنزويلي أن فريقه افتقد اللمسة الأخيرة خلال مواجهة البرازيل. نحن لا نعتمد دائما في عملنا على لاعب واحد، فبوسع أي لاعب في أي لحظة إحداث الفارق المطلوب، وذلك لأن لدينا مجموعة من اللاعبين يتمتعون بقدرات فنية جيدة. روبينهو يلعب بطريقة روبينهو، وفيليب كوتينهو يلعب بطريقة فيليب كوتينهو، وإذا كان لدينا نيمار فلدينا نيمار، وإذا لم يكن لدينا نيمار فإن على كل اللاعبين اللعب بطريقتهم المعهودة، وأنا لا أقارن بينهم لأن ذلك سيكون سهلا. وليس لدينا بيليه، ولكن إذا كان لدينا بيليه في كنبة الاحتياط فإننا سنشركه في المباراة، وإذا كان لدينا نيمار آخر فإن ذلك سيكون سهلا. الأدوار الإقصائية هي مرحلة أخرى، وكل مباراة حاسمة، ولن تكون هناك مباراة أخرى. البرازيل لم تكن المشكلة، بل كنا نحن المشكلة، فقد ظللنا نسترد الكرة ونفقدها بسرعة. لكن عندما لعبنا ضد كولومبيا أفلحنا في استرداد الكرة وسببنا لهم صداعا في خط الدفاع. نمت ثقة اللاعبين بنفسهم لدرجة جعلتهم يخاطرون، ونحن نترك هذه البطولة بإحساس جيد، لكننا نحس في الوقت ذاته بالحزن لخروجنا. لعبنا مباراة عظيمة لكن نحس بالحزن، لأن تسجيل الأهداف هو السبيل الوحيد للفوز في المباريات. ونبقى مع بطولة كوبا أمريكا، حيث سقط منتخب كولومبيا في فخ التعادل أمام منتخب البيرو في المباراة التي لعبت على ملعب جيرمان بيكر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات. أحس بالغضب لأني أردت الفوز بهذه المباراة، وأؤمن أن المنتخب الكولومبي هو منافسنا المباشر، وأنا غاضب لأننا فشلنا في التغلب عليهم، إلا أن الأمر المهم هو أننا حافظنا على النتيجة وأدركنا التعادل وتأهلنا للمرحلة التالية. أنا سعيد بهذه النتيجة، فقد كانت مباراة قاسية ضد المنتخب الكولومبي الذي اتسم دائما بقوته والذي هاجم بشراسة منذ أول دقيقة، لكننا كنا على دراية بأن علينا التحكم في مسار المباراة. كنا على دراية بأن التعادل كافيا للبيرو لمساعدتها على التأهل، ولذلك فإنهم لم يبادروا بشن الهجمات، بينما هاجمت كولومبيا منذ أول دقيقة ولم ندخل جهدا وبحثنا عن كل الخيارات المتاحة، لكن كان ذلك صعبا، فضلا عن إن منتخب البيرو يضم مجموعة جيدة من اللاعبين بوسعهم التحكم في الكرة عند عثورهم على مساحة للعب. لعبنا بشكل جيد وكانت لدينا خيارات متعددة، إلا أن دفاعهم قوي وقمنا بشن هجمات مختلفة، لكننا فشلنا لسوء الحظ في الفوز. ندرك أنه لو أفلحنا في التأهل فإننا سنقابل الأرجنتين، وندرك قوة ذلك المنتخب، وستكون تلك مباراة رائعة وستوفر لنا حافزا كبيرا للعب في القمة. قلب فريق دي سي يونايتد تخلفه بانتصار بهدفين مقابل هدف على نيو انجلاند ريفوليشن في لقائهما ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث تقدم الفريق الضيف في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بهدف تشارلي ديفيز،
وأدرك ديسي التعادل في الدقيقة 70 عن طريق كريس رولفا، والذي عاد لزيارة شباك الضيف ليحرز هدف الفوز لديسي يونايتد في الدقيقة 81 من ضربة جزاء. تعادل سوان بلو يونغز بهدفين لهدفين مع جيوم بوك موتورز في الدوري الكوري الكلاسيكي لكرة القدم، فصاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الكوري سوان بلو يونغز استقبل متصدر البطولة جيوم بوك موتورز في ملعب كأس العالم، وكان هداف البطولة إيدو قد أضاع أولى الفرص لجيوم بوك بعد تدخل الحكم معلنا مخالفة ضده، لكن إيدو سجل هدفه التاسع هذا الموسم في الدقيقة 21، وبعد 5 دقائق عادل جيوم بوك النتيجة عن طريق برازيلي آخر في الدوري هو سانتوس. وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي ليوناردو الهدف الثاني لجيوم بوك، لكن سوان عادل النتيجة عن طريق سانتوس في الوقت بدل الضائع. وفي ملاعب الكرة الصفراء فاز البريطاني أندي موراي للمرة الرابعة في مشواره بلقب بطولة إيغون للتنس التي تنظم بملاعب كوينز بالعاصمة لندن، وذلك بعد انتصاره في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون. وبدلا من التأثر من إرهاق اللاعب مبكرا، جاء أندي موراي ليهيمن على لقائه ضد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون ويفوز بسهولة في 1:04 بواقع 6-3 و6-4. حقق الأمريكي جوردان سبيث نصره الثاني بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للغولف 15 بعد 100 التي جرت فعالياتها على مجاز تشامبرز باي في يونيفرسيتي بالاس بولاية واشنطن، حيث أفلح سبيث في كسب ضربة واحدة لينهي البطولة برصيد إجمالي بلغ 5 ضربات تحت المعدل، مما ساعده على الفوز باللقب متقدما بضربة واحدة على داستن جونسون الذي أنهى اليوم دون مكسب أو خسارة ليحتل المركز الثاني بالاشتراك مع الجنوب أفريقي لويس أوسوزن الذي كسب 3 ضربات. أكد بطل العالم السابق لي تشونغ وي عودته إلى منافسات كرة الريشة
بالانتصار في نهائي منافسات فرد الرجال في بطولة الجائزة الكبرى لكرة الريشة التي جرت فعالياتها في نيويورك. فالماليزي لي تشونغ انتصر في النهائي على الدنماركي هانس كريستيان بشوطين نظيفين بواقع 22 مقابل 20 و 21 مقابل 12. ويعتبر هذا النصر هو النصر الأول لتشونغ بلقب فردي منذ إيقافه لثمانية أشهر بسبب استخدامه للمنشطات. وقد تألق الماليزي في نيويورك إذ فاز باللقب دون خسارة شوط واحد في كل مبارياته في أدوار هذه البطولة. حقق منتخب الرجال الإيراني في طهران نصره الثاني على التوالي بثلاثة أشواط دون مقابل على نظيره الأمريكي في لقاءاتهما ضمن دور العالم للكرة الطائرة، حيث ذهب المنتخب الأمريكي إلى طهران مع آمال الفوز، ولكن سرعان ما تبددت آماله فقد بدأت إيران المباراة بقوة ومضت لتكسب الشوط الأول ب 25 نقطة مقابل 20 نقطة لأمريكا. ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، فقد تواصلت هيمنة المنتخب الإيراني الذي فاز به ب 25 نقطة مقابل 21، وتواصل الحال كذلك في الشوط الثالث الذي كسبه أيضا المنتخب الإيراني ليفوز بالمباراة بثلاثة أشواط دون مقابل. ونبقى مع منافسات كرة الطائرة، حيث انتصر المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الأولى لدور العالم للكرة الطائرة على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل، وذلك في لقائهما الذي استضافته إيطاليا بمدينة فلورنسا، لتحافظ البرازيل بهذا النصر على هيمنتها وقوتها في منافسات كرة الطائرة، وتحافظ أيضا على صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وتحتل إيطاليا المركز الثاني بثلاث عشرة نقطة. اختتمت في بحيرة فاريس بإيطاليا فعاليات بطولة كأس فاريس العالمية للتجديف، وهي بطولة هيمنت عليها بريطانيا العظمى التي كسبت 10 ميداليات، 5 منها ذهبية في 11 منافسة. غير أن منتخب السيدات الأمريكي هيمن تماما على سباق التجديف الثماني، تاركا المركز الثاني لنظيره الكندي، بينما نالت بريطانيا البرونزية وهيمنت الأسترالية كيم كرو على منافسة التجديف الفردي للسيدات، تاركة الفضية للأمريكية جينفيرا ستون. وأفلح فريق الرجال البريطاني في الفوز بذهبية الثماني بعد تغلبه بفارق ضئيل على بطل العالم الفريق الألماني، بينما كانت البرونزية من نصيب الفريق الأمريكي. Thank you.
فاز قائد اليماها الفرنسي رومان فيبر بسباق وحل ثانيا في سباق آخر ليفوز بالترتيب العام لجولة بطولة العالم للدراجات النارية موتوكروس والتي جرت فعالياتها في توتشينثال بألمانيا. هذا ولم يشارك في هذه الجولة متصدر الترتيب العام للبطولة الألماني ماكس ناجل بعد أن تعرض لكسر في عظمة الساق. فالفرنسي رومان فيبر استغل غياب الألماني ليندفع بقوة ليكسب أول سباق في الجولة، وحل ثانيا قائد الهوندا الروسي يفنجي يوفنشيش، وحل الفرنسي غولتي بولين ثالثا. أصبح السويسري ستيفانو كوميني يتصدر جدول ترتيب البطولة العالمية للسيارات السياحية بفوزه بالسباق الثاني في مرحلة روسيا، حيث شهدت حلبة سوتشي سباقين ضمن فعاليات المرحلة السابعة في البطولة العالمية للسيارات السياحية. ففي السباق الأول فاز الإسباني غوردي جيني دون أن يشهد السباق أي حوادث تذكر، وحل ثانيا مواطن جيني بيبي أوريولا، ولكن الإيطالي جياني مورديني الذي كان محتلا للصدارة فقد فقدها مع نهاية السباقين، حيث حل في المرتبة السابعة في الأول ولم يبدأ الثاني لأسباب ميكانيكية، ليستغل السويسري ستيفانو كوميني الفرصة لينتزع الصدارة العامة بفوزه بالثاني. نختتم نشرتنا مع سباق الجائزة الكبرى النمساوي للفورمولا واحد، حيث انطلق المدافع عن لقب البطولة العالمية للفورمولا واحد لويس هاملتون في المركز الأول في سباق النمسا، لكن السائق البريطاني لم يحافظ على مركزه طويلا على غير عادته، فمنذ المنعطف الأول تجاوزه زميله في فريق مرسيدس نيكو روزبيرغ الذي عرف كيف يحافظ على تصدره حتى نهاية السباق. Congratulations and well done to
وقبل الختام مشاهدي الأحبة أذكر بأبرز عناوين النشرة. منتخبنا الأولمبي يستعد لخوض معسكره التحضيري خلال الفترة من 26 حتى 30 من الشهر الحالي. الطيران العماني والموج مسقط يحرزان المركز الأول والثاني في أول يوم من مرحلة كارديف لسباقات الإكستريم 40. البرازيل تنجح في اختبارها الأول أمام فنزويلا رغم غياب نجمها نيمار دا سيلفا وتتصدر المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا. وفي كوبا أمريكا أيضا البيرو تفرض التعادل على كولومبيا لتصعد سويا إلى الدور ربع النهائي من البطولة. إلى هنا نأتي لختام نشرتنا لهذا اليوم، ويمكنكم متابعة نشرتنا وبرامجنا الرياضية على صفحات عمان الرياضية الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.